السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. كويبا يرسل الطويلة، كويبا راسية، عادت الكرة لكن المرتدة تعاونية عند كاكو على الجهة اليمين، كاكو في الانطلاق، اسمحان فاتح لكن يلعبها للجوعي على الجهة اليمين، استلام اسمحان، استلام من اسمحان، ممتازة إلى ميسي، ضاعت الكرة وضاع الأهداف، غير معقول التعاون في تضييع الأهداف، غير معقولة ميسي في تضييع كرة كانت سهلة، نظرة ممتازة من اسمحان ولعبة خرافية كانت من اسمحان، انها بالتابع لعادة، تابع لعادة بهدفين مقابل لا شيء، لكن هنا عرضية وانبا، سقوط، تصويب، الثالثة ايضا تضيع، الثالثة ايضا تضيع من توانبا، وصول وصول كبير جدا من إياغو، هذه خطيرة للتعاون داخل ال 18، يلعبها كاكو، هذه المرة لا تضيع من كاكو، كاكو الذي جاء متأخرا ولكن كل تأخيرة وفي أخيرة، أنت الخيرة وأنت الخيار الأهم يا كاكو، أنت الخيرة وأنت الخيار الأهم يا كاكو، اللاعب الذي لا يحتاج إلى الوقت لينسجم لأنه منسجما في كل وقت، الله عليك يا كاكو، الله عليك يا كبير يا ياغو على التمريرة، الجوع بعرضية ممتازة في المكان السليم، وكاكو استلام، أميسي تقدم، توانبا يحاول مرور، يصوب، الله الله، الأسد الكاميروني توانبا إن ألغي لي هدف فلي كلمة في الشوط الثاني بهدف ثاني، إن ألغي لي هدف فلي كلمة أكبر في الشوط الثاني، توانبا الذي لا يمل من تسجيل الأهداف، توانبا الذي يريد أن يكتب التاريخ مرة أخرى، يريد أن يضع بصمة أخرى في تاريخ السكري، في تاريخ التعاون، أفضل سمحان، أميسي، 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 جول، الذئاب يسيطرون، الذئاب يسلطنون اليوم في كل شيء، يتفوق التعاون في كل شيء، يتفوقون الذئاب، سكر القصيم مع المايسترو، غير سكر القصيم مع المايسترو، أعاد لنا سكر القصيم، أعاد لنا شيء من المتعة، شيء من المتعة، الله عليك يا سمحان، أميسي الخطر القادم من الخلف يسجل الهدف الثالث، الخطر القادم من الخلف، عليمر الزقعان يلعبها عرضية، جول جول جول، الفتح يقلص النتيجة في توقيت مهم، يانيك فيريرا يقلص النتيجة لاعبه في توقيت مهم من محمد مجرشي بعد انطلاقة اللاعب الأهم علي الزقعان، علي الزقعان هذا وحاول مرور، يمر مباراة، يصوب، مراد يسجل الهدف الثاني، الثاني للفتح، يقلص النتيجة الفتح ويسجل الهدف الثاني مراد، يسجل الهدف الثاني مراد، مراد سواريز and he's one on one with the keeper, so close to a goal there. Let's take another look at that. That first shot missed the goal. They'll have to sharpen up. Headed on. Now it's Darmian. No doubt at all, that's a penalty. So much pressure. He left the goalkeeper with no chance. Great penalty. Confidently taken. That's what you want. A great goal there. Here's how he found the net.